عماشه بن هويشل بن عماشه الدوسري. ابو سعد صبحك الله بالخير. صباح النور والسرور على عمرك. شو علوم المجاهيم اليوم؟ والله مجاهيم قويه اليوم حريقه. ابو سعد خليني اسالك من اخر سؤال ساله زميلي عبد الله بن رفعان للمتسابق السابق. تفضل. انتم اهل المجاهيم او اهل بشكل عام تشترون؟ صحيح. اذا وصل السؤال عند مبلغ المنقيه او مبلغ الشراء تحفظت، وش الاسباب يا ابو سعد؟ الاسباب طبعا السعر ما يحدد مستوى المنقيه. بعضهم يشتري باسعار غاليه وهم هي على مستواه، هي على النظر سمعته على تنس قلبي. الاسعار راح تفضل. يعني لا ترفع ولا تطمع. شريت مليون شريت 50,000. طيب ابو سعد 14 منقيه اليوم عرضت قدامكم قدام اللجنه والجماهير والمتابعين. كيف شفت عرض اليوم؟ كيف شفت منقيتك اليوم بالذات؟ العرض طيب والحياه كلها طيب. وبالنسبه للتقييم عند اللجنه احنا والله اللي انا اتحدنا سويناه والتقرير عند اللجنه طال عمرك. حصلت يا ابو سعد على المركز الثالث فئه المياه في ام رقيبه، والنسخه الثانيه والثالثه والرابعه هنا في مهرجان الملك عبد العزيز حصلت على المركز العاشر ومراكز اخرى. صحيح. هالسنه بعد التعزيزات وين حاط عينه ابو سعد عليه؟ والله انا معزز طال عمرك، تعزيز طيب ان شاء الله. سمعت واللجنه فيها البركه. ليلة الدخول عززت ب 15 فردية. أنا عززت طال عمرك السنة هذه ب 37 فردية. لا ليلة الدخول أنت عززت ب 15. 15 ليلة الدخول وقدام 15 و7 إنتاج. إنتاج ما شاء الله. نعم. بشكل عام كيف شايف أشواط المجاهيم هالسنة؟ لا تقول حريقة. طيب. تشوفون الألوان الثانية بتنافسكم ولا مكتفين أهل المجاهيم؟ والله كل في حقه. كل لون في حقه. هي على المجاهيم بس كل لون في حقه. الله يوفقكم يا ابو سعد ان شاء الله انت وكافه المشاركين وياك المشاركين في المهرجان. شكرا. شكرا لك ابو سعد. نعم فهد كان هذا حديث عماش بن هويش بن عماش الدوسري اللي عزز ليله الدخول ب